من فكرت أنه أريد أسوي شيء الناس تستفاد من عنده بالوقت الحالي، مو ذاك الوقت مثل الشغلات الفضة بس خاليها بالفترينة. ففكرت بشغلات تكون بسيطة ونفس الوقت لها الطابع العراقي. طبعاً. فتشوفين الرسوم كلها هي رسوم مستوحاة من تراثنا. هاي أنت رسمتها؟ هاي كلها شغل إيدي، يعني واحدة واحدة؟ ما شاء الله. ما أعرف ليش موقفة، يعني قبل 9 سنين أول ما بديت خاتون بديت أرسم عشالات، وبعدين هسه صار 9 سنين يمكن واقفة، ما أعرف ليش على غفلة بلشت الرسم. سويت اللي هي الجارات هاي مال الحلويات. طبعا حبيت شوية الطابع مالتنا البغدادي هم يبين أكثر، فغيرت اليدات، سويت لها يدات باب قديمة إلى تشوفيها كلش حلوة. اليدات موجودة، هاي أنا ركبت اليدات بيها.